أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تداعيات حكم ميليشيا الحوثي على 4 صحفيين بالإعدام. أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء حكما بإدانة 10 صحفيين مختطفين لديها منذ أكثر من 5 سنوات. وقال محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة إن المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح عقدت جلستها اليوم في قضية الصحفيين 10 دون معرفة المحامين أو حضورهم. وأضاف أن المحكمة قررت في منطوق الحكم معاقبة 4 منهم بالإعدام ومعاقبة 6 الآخرين بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن مع وضعهم تحت رقابة الشرطة مدة 3 سنوات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تداعيات الحكم وتوقيته والهدف منه، وما هي السبل لإيقاف قتل الصحفيين على يد ميليشيات الانقلاب. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. كانت الدعوة الأممية لميليشيا الحوثي بوقف التصعيد العسكري والإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكن الميليشيا وكالعادة كان لها فهمها الخاص لتلك الدعوة، فأرادت أن تستبق وتوقع هي على قرار الموت بحق 4 من الصحفيين المختطفين لديها منذ 5 سنوات. وفقاً لمنطق القانون والتشريعات، فإن أحكام الميليشيا باطلة ومناقضة لمفهوم العدالة، كونها سلطة انقلاب لا شرعية لها ولممارساتها، وهذا أمر مفروغ منه ولا يحتاج للإثبات أو النافي. لكن ما هو محل استهجان هو إخضاع حياة الأبرياء لمنطق الابتزاز والمساومة في تحد لكل السلطات الحقوقية والأخلاقية. وما هو محل استغراب أيضاً أن تكون الصحافة تهمة عقوبتها الإعدام مثلها مثل العمل الحزبي والسياسي. تتعامل الميليشيا مع اليمنيين عموماً والمعارضين لانقلابها بمنطق الواهب للحياة والنازع لها إن شاءت، فهي سلطة الحق الإلهي المطلق وفقاً لتصورها العقائدي، وذاك تصور لا يقل فجاجة عن وباء كورونا وغيرها من أوبئة العصر. الشاهد في الأمر أن المصائب لا تأتي فرادى، فاليمنيون وخلافاً للعالم يواجهون وباء الميليشيا بالتزامن مع وباء كورونا، لتتعدد أمامهم سبل الموت في معركة مزدوجة لا خلاص فيها سوى الناصر. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من العاصمة صنعاء محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، وأيضا معنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. مرحبا بكما معنا. نبدأ مع محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة. سيد عبد المجيد مرحبا بك معنا، حياك الله. بداية لو تطلعنا عن معلومات إضافية عن الحكم الذي صدر في صنعاء بإدانة 10 صحفيين مختطفين لديها منذ أكثر من 5 سنوات. أولا يعني القضية يعني في بدايتها من 2015 يعني مرت بإجراءات يعني مخالفة للدستور وللقانون والمواثيق الدولية التي تقرر حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة بكل ما تعنيها الكلمة من معناه، فقد مروا بفترات إخفاء قسري وتم تنقلهم بين عدد من السجون تعرضوا فيها لمختلف أنواع التعذيب والإهانة وأيضا أصيبوا بعدد من الأمراض بسبب عدم الرعاية الصحية. وبعد ذلك بعد ما أحيل ملفهم إلى النيابة العامة يعني استطعنا ان نطلع على بعض الاوراق التي تؤكد ان قضيه هؤلاء الصحفيين هي قضيه للمزايده السياسيه، حيث ظلت النيابه مده سنه او 3 أشهر لم تحقق معهم بحجه او يعني على اساس انهم يخضعون لعمليه تبادل اسرى، بمعنى انه ليست هناك تهم جنائيه من حيث الاساس، وانما الغرض من يعني احتجازهم واخفائهم قسرا واثقالهم هو بغرض التبادل الأسرى، بالرغم أنهم تم أخذوهم من أماكن عملهم. واستمرت ملف القضية أمام النيابة يعني أكثر من سنتين، ثم أحيل إلى المحكمة وبدأت الإجراءات يعني توشي أن هناك ريبة أو هناك يعني
محاولة لعمل محاكمة صورية لهم تفتقد لأدنى صورة المحاكمة العادلة. إذ بالرغم من متابعتنا اليومية لملف القضية نتفاجأ أنه في أول جلسة يتم عقدها دون إبلاغنا ودون علمنا، يعني إلا أن الصحفيين في تلك الجلسة رفضوا الحديث مع المحكمة إلا بحضورنا، واستطعنا أن نحضر ويعني تعاتبنا مع المحكمة. ونتيجة تلك الإجراءات قمنا بتقديم طلب رد للمحكمة، حيث اكتشفنا من خلال تلك الجلسة أن للمحكمة وللقاضي الذي أصدر الحكم أن له قناعة مسبقة في القضية، وتقدمنا بطلب الرد لكن لم يتم الفصل فيه نهائيا. وحضرنا جلسة أخرى بعد تلك الجلسة وحصل يعني خلاف مع القاضي وقرر منعنا من الترافع في هذه القضية أمامه. وبعد ذلك يعني حاولنا يعني أن يتراجع عن ذلك القرار لكن دون جدوى، وكان وبعدها عقد جلسات مع الصحفيين بدون حضورنا عدة جلسات، وكان آخرها جلسة اليوم حيث كنت يعني متواجد في المحكمة في متابعة قضايا أخرى، لكن علمت من أحد الموظفين في المحكمة ومن أحد الهذي بحكم أنهم يعرفون أنني محامي الصحفيين يقولوا الصحفيين موجودين في الجلسة يعني عند القاضي. فتفاجأت طبعا، أنا أعلم مقدما أنه لن يقبلني بالحضور لأنه قد سبق وقرر منعنا من الترافع. فدخلت وقلت يعني أرى ماذا هناك، وتفاجأ أن القاضي يعني ينطق بالحكم. فجلست كمستمع يعني في القاعة، جلست كمستمع وليس كمحامي عنهم، لأنني لم أحب أن أدخل في مشادة مع القاضي، وإذا به يحجز القضية الحكم وينطق به في الجلسة ويقرر إعدام الصحفيين، إعدام 4 منهم وحبس البقية المدة التي قدموها في الحبس، يعني اللي هي من 2015 ويعني يعني تبلغ إلى ما يقارب 6 سنوات. نعم، سيد عبد المجيد ذكرت تفاصيل عديدة حول هذه أو حول هذا الحكم، تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى فيينا مع رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات توفيق الحميدي. سيد توفيق مرحبا بك معنا، ما هو تعليقك على هذا الحكم بداية؟ وأيضا هناك ملاحظات ذكرها السيد محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة حول أن هذا الحكم هو يعني يعتبر مزايدة سياسية لتبادل أسرى، وأيضا هناك يعني الحكم فيه شيء من الصورية وليس يعني حكم نافذ في المستقبل، ما رأي ما تعليقك على ذلك؟ مساء الخير لك وألف تحية للأخ الزميل المحامي عبد المجيد صبرة، وعلى جهودي وجهود كافة المحامين الذين يتصدون لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة باسم العدالة التي تمارسها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المحافظات. نحن في فبراير من عام 2019 أصدرنا بيانا مطولا طالبنا فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الصحفيين من أحكام يحتمل أن تكون قاسية. كان لدينا تصور واضح عن مآل ومسار القضية، حيث أن جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عملت جاهدة على إعادة هيكلة القضاء وخاصة القضاء والمحاكم الاستثنائية، بحيث أصبحت جزء من أدواتها وأداة من أدوات الانتقام السياسي أو منصة لإرسال مجموعة من الرسائل السياسية في زمن وظرف معين. لاحظنا ونحن نتابع كثير من القضايا بأن أن تحريك القضاء مثل هذه القضايا أو صدور أحكام يأتي في غالبا في ظروف سياسية معينة تحاول جماعة الحوثي تصدير مجموعة من الرسائل. التفاصيل التي ذكرها الأخ عبد المجيد صبرة هو واضح، تؤكد بما لا يدل مجال للشك بأن المحكمة القضية في ذاتها ذات طابع سياسي. تعرض المعتقلون لعملية إخفاء قسري وتعذيب خلال فترة 5 سنوات كاملة. اليوم يأتي في هذا الظرف المجتمع الدولي يتداعى للضغط على جماعة الحوثي وجميع الأطراف في اليمن من أجل الإفراج عن المعتقلين وتوحيد الجهود من أجل وباء كورونا. تأتي جماعة الحوثي بهذا الحكم وبهذه الطريقة وبهذه المخالفات الجسيمة، وهو بالفعل يعني
مع أن رؤيتنا واضحة بأن محكمة منعدمة وليس لها ولاية، إلا أنها تأتي لتقويض حتى جهود السلام وتقدم رسالة سلبية للمجتمع الدولي بأنها ماضية في طريقها دون عابئة بكل هذه الرسائل الإيجابية من المجتمع الدولي. وللأسف الشديد نحن نعتقد كما هو رأينا بأننا أمام محاكم أشبه ما تكون بأدوات أو منصات للصراع السياسي ليس إلا. نعم، تفضل بالمقام. نعود إلى محامي الصحفيين عبد المجيد صبراء. سيد عبد المجيد، قانونيا كيف تجري أجواء وظروف المحاكمة هناك فيما يتعلق بالشفافية وأيضا النزاهة في إظهار الأدلة على المحكوم عليهم هناك في المحكمة؟ أولا يعني المحكمة يعني هي ليست وليدة اليوم، لكن يعني قد أنشئت من قبل يعني وجود الحوثيين من حيث الأساس، وكان هناك اعتراض عليها من قبل يعني كثير من المحامين ومقاطعتها، لأنها في الغالب تكون إجراءاتها استثنائية ويعني تخضع لإملاءات، يعني ليست من اليوم هذا الأشياء، تخضع لإملاءات سياسية، وفي الغالب يتم فيها مخالفة قواعد المحاكمة العادلة يعني بشكل سيء جدا، لا يوجد هناك التزام بنصوص الدستور والقانون ولا المواثيق الدولية. ويعني تلاحظون مثلا في قضية الصحفيين أنه من أول جلسة يعني حاولوا يعني أن تعقد بدون حضور المحامين حتى تستفرد المحكمة بهم وتحاول أن تستدرجهم، وطبعا هذا حصل يعني فيما بعد أن قرر القاضي منعنا من الترافع، يعني عقد عدة جلسات بدون حضورنا، ويعني استطاع أنه يعني يستدرج الصحفيين وثم يحكم عليهم بدون حضور محامي، بدون أن نستلم صورة من ملف القضية، يعني لم تكفل لهم أدنى مقومة المحاكمة العادلة من حيث الأساس، ولم يتم يعني شخص بعد 5 سنوات يعني تعتمد عليها، لأن القاضي الآن بنى حكمه على الأقوال المنسوبة إليهم التي تم انتزاعها منهم من قبل الأمن السياسي ومن قبل البحث الجنائي وفي احتياطها، يعني هذا الأقوال يعني قد سجلت عليهم قبل 5 سنوات، ثم يأتي القاضي لأنهم أمام النيابة أنكروا كل هذه الأشياء، وحتى ولما حضرنا معهم لكن لم نعلم ما هو الذي حدث معهم هم القاضي عندما تم عقد جلسات بدون حضورنا. إذن في ظل هذا النكران لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة. نعم، في ظل هذا النكران من قبل الصحفيين لهذه التهم، من الناحية القانونية والدستورية ما هو التوصيف لهذه المحاكم؟ وأنت أشرت إلى أنهم لا يلتزمون بمعايير العدالة والأحكام، وأيضا هي تخضع لإملاءات سياسية، كيف نوصف هذه الأحكام الآن؟ هي الان هي يعني في الواقع هي احكام يعني تقتضي مننا اننا نستانفها في درجه ثانيه، يعني هذا هو يعني الواجب القانوني امامنا كمحامين، لكن في الواقع لو وجدت يعني ضغوط طالما وهي قضايا سياسيه ضغوط دوليه وكذا قد ربما يتم الافراج عنهم كما افرج عن البهائيين وكما افرج عن الاستاذ الصحفي يحيى الجويحي، باعتبارها في الاول والاخير يعني تكون اوراق ضغط على الطرف الاخر، كل طرف يستخدم هؤلاء المعتقلين يعني للحصول على مكاسب سياسيه. نعم، تفضل بالمقام معي سيد عبد المجيد. نعود الى ضيفنا توفيق الحميدي. سيد توفيق، اشار السيد عبد المجيد الى يجب ان تخضع الميليشيا لضغوطات ولايقاف هذه المحاكمات، الا تعتقد بان ميليشيا الحوثي أيضا تستخدم المختطفين وهذه الأحكام للمزايدة السياسية؟ هو نعم، احنا وضحنا ذلك بأن وضح أيضا المحامي أن الصحفيين كانوا في لحظة أو في فترة من الفترات ضمن صفقات تبادل الأسرى التي لم تتم، وهذا واضح كما قلنا من حيث التوقيت أو حتى نحن من خلال تواصلنا مع بعض من أفرج عنهم سابقا، كان القاضي بكل وضوح يواجه الصحفيين ويقول لهم نحن جبهة سوف نصدكم ونسكتكم، بمعنى أن تتم محاكمة في 10 دقائق ويكون القاضي حاد وواضح في رأيه يبين هذا الأمر بما لا يقال مدعم قال للشك.
اليوم بعد صدور هذه الأحكام من المفترض اليوم أن الحكومة تتحرك على المستوى الدبلوماسي، بمعنى اليوم لا ننتظر التنديد فقط كما أشار الأخ المحامي، قضية سياسية، بمعنى أنه اليوم يجب على وزارة الخارجية اليمنية أن تطلب اجتماع آجر على الأقل لسفراء الدول المعنية والكبرى في الرياض ويضعوهم في صورة المشهد، خاصة الأحكام، أن تخاطب مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، المقررين الخواص، كثير من الدول، والدبلوماسية في اليمن تتحرك، بحيث يشكل اليوم رأي ضاغط. اليوم الحكم الصادر في صنعاء هو يعني لا يدين الصحفيين الأربعة، هو يدين الكلمة، يدين القلم، بمعنى أنها اليوم من المفترض أن تتحول إلى قضية رأي عام، بمعنى كل صحفي حر يؤمن بالتنوع، يؤمن بالرأي والرأي والآخر، يجب أن يصطف إلى جانب هؤلاء الصحفيين، ويجب أن يدين مثل هذه الأحكام، ويجب أن يسخر قلمه وجزء من جهده ونافذته وعموده الصحفي من أجل التنديد وتعرية مثل هذه الممارسات القائمة حتى تأتي أكلها، لأنه بالنهاية جماعة الحوثي تحت ضغط معين سوف تلجأ إما إلى الإفراج أو حتى لتحسين الأمر إلى إصدار عفو عام كما صنعت مع البهائيين لإغلاق مثل هذه القضية. نعم، نعود إلى سيد عبد المجيد صبرا. سيد عبد المجيد، برأيك هل الميليشيا ستتجه لتنفيذ هذه الأحكام باعتقادك وخبرتك وتعاملك مع هذه المحاكمات؟ يعني بالنسبة للاتجاه للتنفيذ، يعني أعتقد أن الوضع بالنسبة للسلطة في صنعاء أنه يعني حسب يعني تخضع للتجاذبات السياسية، يعني لا نستطيع أن نحدد يعني أو نقول أنها ستنفذ أو لا تنفذ في 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 هذه الظروف، لأن يعني الظروف ليست الآن صالح أي طرف من الأطراف حتى أنه يعني يقوم بتنفيذ مثل هذه الأحكام، لا نستطيع أن نجزم بمثل هذا الموضوع. نعم، عبد المجيد صبرا محامي الصحفيين، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا توفيق الحميدي. سيد توفيق، هل يمكن القول أن الميليشيات ردت على الدعوات الأممية الآن بإطلاق سراح الصحفيين بهذا الحكم، أقصد الستة الآخرين؟ طبعا هذا هو رد على إعلان الهدنة من قبل التحالف، ورد على أيضا المبعوث الأممي الذي دعا الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات، ورد على كافة الدعوات التي تطالب اليمن أو تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين اليمنيين لدى جميع الأطراف من أجل مواجهة وباء كورونا، وأيضا رد صريح لإعلان الأمين العام غوتيريش بشأن وقف الحرب في اليمن، سوريا وليبيا. هذه الجماعة كلنا يعلم أن كثير من المعتقلين المدنيين والمعتقلين السياسيين والمعتقلين الرأي أخذوا من المنازل، أخذوا من أماكن عملهم، ويتم مقايضتهم من أجل مقايضتهم بمقاتلين عسكريين، وبالتالي هي لا توجد قضايا حقيقية. نحن نتحدث اليوم عن جماعة تريد أن تستغل كافة الظروف، سواء الظروف المحلية والظروف الدولية، وهذا هو الأمر الذي حدث، ولذلك هي كانت مع يعني قاصدة ومدركة لأهمية هذه الورقة منذ البداية، عملت على هيكلة وزارة العدل، هيكلة مجلس القضاء الأعلى، المحكمة المتخصصة اليوم التابعة لها والتي تصدر أحكام نستطيع أن نسميها خارج القانون، بمعنى اليوم لا تمتنح أي شرعية، لكن هي تحاول أن تربك الأوراق وتستخدمها كورقة ضغط، سواء على المبعوث الأممي أو حتى على المستوى الداخلي، لأن المبعوث الأممي يهمه أن يكون هنالك نوع من الهدوء ونوع من عدم إثارة أي قضايا من أجل أن يجنح الأطراف جميعهم لطاولة المفاوضات. لكن جماعة الحوثي بإثارة مثل هذه القضايا ستشتت الجهود بلا شك، وقد تقود يعني جهود جريفيث إلى الفشل. نعم، شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. ينضم إلينا أيضا من مأرب الصحفي عبد الباسط شجاع. مرحبا بك معنا سيد عبد الباسط. عبد الباسط شجاع، مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام.
نعم عبد الباسط شاجع، كيف تعلق على قرار الميليشيا بإعدام 4 من الزملاء الصحفيين؟ أولا هو ليس قرار يصدر من سلطة شرعية، هو حكم أصدرته ميليشيات الحوثي، وهي ميليشيا متمردة غير معترف بها دوليا أو محليا، تواجه رفض شعبي ومجتمعي وأيضا دولي. وبالتالي ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي بخصوص الصحفيين الأربعة هو جريمة متعددة الأركان. هؤلاء الصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتنكيل، أيضا بحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم، يتعرضون أيضا لأنواع من الإهانات والإذلال دون مراعاة لأي قيم إنسانية. هؤلاء الصحفيين يعني لم يذكرهم بعض المنظمات أو بعض النشطاء إلا اليوم، لهم 5 سنوات يتعرضون لصنوف شتى من المحاكمات، من التعذيب، من أيضا أسرهم من المعاناة الكبيرة. للأسف توقيت ميليشيات الحوثي في إصدار هذه الأحكام، خاصة متى ما هي تستخدم للأسف ورقة المختطفين المدنيين للابتزاز السياسي. نعم شجاع أنتم في ظل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، أنتم كصحفيين لا شك أن هناك دور أيضا منوط بكم لحماية زملائكم الصحفيين، ما الذي يمكن أن يعني أن تقدموه في هذا الجانب بالذات؟ هي مسؤولية مشتركة لكافة النشطاء، لوسائل الإعلام المحلية والدولية، هي قضية إنسانية. للأسف كما قلت سابقا ميليشيات الحوثي تستخدم ورقة المختطفين للضغط السياسي، للابتزاز السياسي، مع أنها ورقة إنسانية وملف إنساني بحت، لا دخل لهم في المماحكات السياسية، لا دخل لهم فيما يجري من أحداث. هؤلاء الصحفيون اختطفوا من فندق كانوا يعملون بداخله بسبب يعني انقطاع الكهرباء المتكرر في 2015، فاضطروا أن يذهبوا إلى الفندق ليمارسوا أعمالهم الصحفية. يعني هناك بعضهم مراسلين لقنوات، مراسلين لصحف، مراسلين لمواقع من هؤلاء العشرة الصحفيين. وبالتالي تحاول ميليشيات الحوثي جرهم ويعني دفع التهم السياسية، سواء بحالتهم إلى محكمة الإرهاب أو دفع القضايا الجنائية وتسليطها باتجاههم. هذه كلها قضايا ليس لها أساس من الصحة. ميليشيات الحوثي تريد أن تستخدم هؤلاء وقود لصراعاتها أيضا للابتزاز السياسي. للأسف يعني دور خاصة الأمم المتحدة والمبعوثة الأممي غرفت دور سلبي للغاية. هو يصدر بيانات استنكار وتنديد في كل محفل، في كل قضية، إلا أن قضايا المختطفين للأسف تلقى إهمال متعمد من قبل غرفت، وأيضا الإهمال المتعمد يقابله فشل ذريع. يعني ما هي منجزات غرفت خلال عام ونصف من توليه يعني مسؤولية البعثة الأممية في اليمن؟ لم ينجز أي بند. اتفاق الأسرى والمختطفين متعثر، هناك فقط مبادرات محلية أو قبلية هي اللي تنجح في عملية إطلاق بين حين وآخر أسرى من الحوثيين ومختطفين مدنيين. نعم. من موالي للحكومة الشرعية. نعم وضحت فكرتك عبد الباسط شجاع الصحفي، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول، كان معنا من صنعاء محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، وأيضا كان معنا من فيينا رئيس منظمة سامي الحقوق والحريات توفيق الحميدي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.